كش ملك. في عندنا فاكس بيقول: هل تتذكر حكاية الفنان محمد عبد الوهاب مع الكاتب إحسان عبد القدوس؟ وهل محمد عبد الوهاب فقد وظيفته بسبب إحسان عبد القدوس؟ من محمد محسن أحد العاملين بمؤسسة روزا اليوسف. أخ محمد محسن، طبعا الموضوع ده طريف جدا. هو كان الأستاذ عبد الوهاب بيشتغل مدرس موسيقى في مدرسة باب الشعرية على ما أذكر، وهو حكى لي القصة دي مسجلة بصوته. وكانت دايما مدام روزا اليوسف فاطمة اليوسف كانت صديقة للأستاذ عبد الوهاب وفي مجموعة الصفوة اللي بيعيش معاهم عبد الوهاب، فكانت دائما توصيه بإحسان ابنها اللي ضيف الفصل بيدرس له. هو لاحظ ان إحسان صوته ملوش علاقة بالغنى، النشاز، فكان في مفتش جاي يزور المدرسة، فالأستاذ عبد الوهاب جاب مجموعة شوكولاتات واداهم للأستاذ إحسان وقال له: مش مطلوب منك يا إحسان غير انك انت ما تغنيش، سيب الأولاد يغنوا انما انت ما تغنيش خالص. وفعلا وصل المفتش وقيام جلوس وبدأ يشاور للأولاد ان هم يغنوا. في وسط الأولاد ما هم بيغنوا اندمج إحسان عبد القدوس وراح مغني، فالمفتش قال: ستوب، قول انت. ففوجئ بحالة من النشاز شديدة، كانت النتيجة ان محمد عبد الوهاب انفصل من وظيفته كمدرس للموسيقى. تفتكر اخر حوار اجريته مع الفنان عبد الوهاب وشاركتك فيه السيدة ام كلثوم؟ مين فيهم كان خفيف الظل اكتر اثناء الحوار؟ وهل كان حوار شيق مع قمتين من قمم الغناء العربي؟ علياء عبد المقصود من تونس: والحقيقة كان حوار سريع بين القمتين، والأستاذ عبد الوهاب طبعا لأنه متمرس على الميكروفون كان قادر أنه يحتوي على الحوار بالكامل، لكن ذكاء أم كلثوم وخفة دمها كانت دائما أبدا تتمثل في التعليقات الساخرة السريعة اللي بتعبر عن شخصية مثقفة وفاهمة وقادرة على أن توقف الحوار عند حد معين وتأخذه إلى الطريق اللي هي تريد أن تتحدث فيه. وكانت كان الحقيقة مباراة ما بين قمتين في الحوار اللي استفاد منه المستمع أولا وأخيرا. الخلاف بين وجدي الحكيم وميادة الحناوي استمر فترة طويلة، هل الإعلام عايز فرقعة؟ أولا عمري ما كان في خلاف بيني وبين الفنانة ميادة الحناوي، لأن الفنانة ميادة الحناوي صوت جميل ولا يمكن يقاطع صوت الجميل أو اختلف معاه. لكن شاءت الظروف أنه يحمل الإعلاميين أحيانا بقرارات خاصة للدولة، أما الدولة تمنع ميادة الحناوي ما يبقاش أن الدولة اللي بتمنحها بيمنحها فلان. طبعا أنا يعني سعيت بكل جهدي لرفع هذا الحظر عن الفنانة الرائعة ميادة الحناوي، لأنها ملأت الدنيا غناء جميل ولا يمكن أن يحرم المستمع المصري من هذا الغناء. وأقول أنه يعني ما قيل في الصحف عن أن هناك خلاف أو شيء من هذا القبيل لم يحدث على الإطلاق، فنحن أصدقاء جدا 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 ولم يحدث بيننا أي خلاف، لكن الخلافات كانت نتيجة قرارات إدارية لا علاقة لي بها على الإطلاق. سيمون تقول أنها لم توفق في لجنة الاستماع بسببك حينما غنت، وتقول أيضا أنك تضطهدها وتطلب منها الغناء لليلى مراد وهي لا تحبها. قرارات اللجنة أي اختبار للأصوات بيعتمد على أن الصوت يغني حي قدام اللجنة، إنما أن يأتي مع اسطوانة لنستمع إليها فاللجنة بترفض هذا تماما، لأن من يدريني أن الصوت اللي على الاسطوانة ده للمطربة اللي جاية تختبر؟ لابد أن الصوت اللي هيختبر يغني لايف قدام اللجنة. وبالتالي طلبنا منها لمكانتها ولقيمتها أنها تترك الاسطوانة وتسمعنا أي غنوة مشهورة لأي مطربة في الساحة الغنائية، ليلى مراد أسمهان أي فنان، لكنها اعتذرت وأثرت أنها تنسحب، وكان أمام اللجنة أنها لازم تقبل انسحابها طالما أنها لم تمتثل لقرارات اللجنة. هاني شاكر يقول: منحوا جائزتي لعبد الله الرويشت. أي جائزة؟
يا استاذ وجدي المانشيت عندنا هو مكتوب وكل حاجه بالتفصيل قدام حضرتك. الليلة المحمدية لم نمنح جوائز على اي فنان. ثم انه هاني شاكر لم يشارك في الليلة المحمدية. هاني شاكر لم يشارك فيها، وعبد الله الرويشد كانت مشاركته موضوعية لان الموضوع كان يتصل بغزو العراق للكويت، واعتقد انه التكريم ما كانش مقصود به الليلة المحمدية، لكن التكريم كان مقصود به فنان كويتي يكرم نيابة عن شعب الكويت اللي عانى معاناة شديدة من هذا الغزو. وكانت الجائزة عن مشاركته في الحفلات الغنائية التي كانت في مطار القاهرة للترحيب بعودة القوات المسلحة العائدة من الكويت، ولم يكن مشاركا فيها هاني شاكر، وبالتالي لم تؤخذ جائزة من هاني شاكر إلى عبد الله الرويشد.